اسقنا بالمدد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير، وتكون ان شاء الله اموركم كلها مزيانة. كيف دوزتوا عيدكم؟ كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا باحسن الاحوال. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو، ما تمشيو فين، غادي نشارك معكم شي حويجات اللي وصلوني من اوريفلام. كاينين شي حاجات اللي هما السلعه ديال الكليان ديالي، وكاينين شي حويجات اللي خديتهم انا بمناسبه العيد، غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. من بعد غادي نفتحهم ونشارك معكم كل شيء. خليكم معايا حتى الاخر، غادي نحاول نشارك معكم طبيلة ديال العيد، اجواء العيد في الغربه. المهم كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتخليو ليا دائما، الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد ديالي. غادي نشارك معكم شي حويجات اللي خداو الكليان ديالي. على فكره البنات، توصيل جميع المدن الايطاليه فين ما كنتو كنوصل لكم السلعه ديالكم حتى لباب الدار. كاينين من غير هاد الباكويات هادو، غير تقريبا كل هالسلعة متشابهة اللي خداو من عندي البنات. داكشي علاش حطيت غير هذا قدامي. اكثر حاجة اللي خداو من عندي البنات هاد الشهر هي هاد العنبر، هادي كانت اوفيرتا ولا كانوا ناقصين ليها الثمن تقريبا واحد 50% الاسبوع الاول ديال هاد الشهر هذا، وتقداوها من عندي البنات بزاف. زوينة زوينة بزاف البنات ريحتها، ومشهورة هاد العنبر هادي في اوريفلام. هكذا كتجي القريعة ديالها، راه سبق ليا وشاركتها معكم في واحد الفيديو. كاينة هادي، وكاينة وحدة في الزرق، وكاينة وحدة في الفيولي، ولكن هادي الأكثر طلبا. الريحة ديالها بحال العطور العربية، العطور الشرقية، وأصلا راه مكتوب عليها العنبر. شفتوا البنات قريعتها غزالة. كيما قلت لكم هادي كانت أوفيرتا وتقداوها من عندي البنات بزاف. كاينة هاد لوف بوشن، حتى هي كانوا ناقصين ليها في الثمن، وسبق ليا وشاركتها معكم عندي حتى أنا. شوفوا القريعة ديالها، شكيلها غزاله البنات، وريحتها مجهده وزوينه. هادو بجوج بحال تقريبا بحال دوك العطور العربيه في الريحه ديالهم. كاينه هادي حتى هي كانت اوفيرتا، هادي على شكل وريده، حتى هي ريحتها زوينه وخفيفه. كاينه هاد جورداني جولد بلوسوم، كاين جوج، كاين هادي بلوسوم وكاين اسنسا، هادي حتى هي زوينه البنات عندي منها، سبق ليا وشاركتها معكم. غزاله غزاله هذه البنات، كديروها كتحسوا براسكم بحال في شي جريده، في شي حديقه، في الطبيعه. ريحتها غزاله، كتعطي واحد الانتعاشه وواحد الحيويه زوينه بزاف. هذه هي القريعه ديالها. المهم هادو شي حويجات اللي تقداوهم من عندي الكليان ديالي. كاين هاد الاكران هذا ديال الشمس، كنتمنى يكون واضح عندكم، من الماركه ديال نوفيج، فيه 50% حمايه من الشمس. هذا حتى هو اكثر طلبا في اوريفلام، كيتقداوه بزاف البنات. كاين هاد ليكرون هذا ديال الشمس، خداو من عندي البنات. المهم كما قلت لكم، كاين هاد الكريمه هادي ولا هاد الماسك هذا ديال نوفيج، سبق ليا وشاركته معكم حتى انا عندي. هذا ماسك كيدار جوج مرات في الاسبوع على البشره اللي كتكون مرهقه وتعبانه، كيدار جوج المرات وكتباتي به حتى الصباح عاد كتغسليه. هذا حتى هو كياخذوه البنات بزاف. المهم حاولت نشارك معكم من كل حاجه شويه، غنوريكم انا شنو خديت بمناسبه العيد. كاينين حتى الزيوت، كاين هاد الزيت ديال لافوكا اوفيرت هاد الشهر هذا حتى الاخر ديال شهر خمسة، تقريبا بالنص ديال الثمن. زوينه البنات هذا، حتى انا واخده منه. تقدروا ديروه للشعر ديالكم، للوجه ديالكم، الجسم كله زوين. هذا ديال لافوكا، كاين ديال لافوكا، ديال اللوز، كاين ديال الكوكو. هذا دايرين لي اوفيرت هاد الشهر، خداو من عندي البنات، راه سبق ليا وشاركتو معكم في القناه. المهم كاين هاد المرطب هذا، هادو كيجيو صغيورين بحال هكذا في الشكل، هذا بالنكهه ديال النعناع. هذا حتى هو متعدد الاستعمالات، كتقدروا تدهنوا به رجليكم، يديكم، ديروه للشفيف ديالكم. شفتوا كيجيو صغيورين بحال هكذا، هذا بالنعناع، كاين بحب الملوك، بالخوخ، بالبيض، بالعسل، فيه بزاف د النكهات. هذا حتى هويا خديت انا ليا هاد البوينجه هادي، ولا بحال الفيطه صغيوره هكا الوجه، نغسل بها الوجه ديالي، ندير فيها الصابون ونغسل زويونه البنات. شفتوا؟ وغادي نشارك معكم شنو خديت بمناسبه العيد. هاد لي زاكسيسوار هادو اللي صراحه حمقوني،
كيجيو في هاد لومبالاج كي لهم زوين، حتى ممكن تعطيهم حتى هدية. شفتو كيجيو بحال هكذا. وفي هاد هاد الخنيسات هادو ديال التوب، هادي الاولى، هادي سنيسله خديتها نوريها لكم، غنحطها لكم على التوب باش تبان لكم مزيان. شفتوا البنات تشكيلها غزاله غزاله، فبحال فيها الساروت، كنتمنى تكون واضحه عندكم. والسنيسله ديالها طويله كتجي طايحه على الصدر. شفتوا زويون الشكيل ديالها. هاد السنيسله هادي الاولى كما قلت لكم في الشكل ديال ساروت، وراه طويله السنسله ديالها. شفتوا هذا، هادي الحاجه الاولى اللي خديت وعجبتني بزاف. نوريكم شنو خديت عاود. هذا البنات السنسله الثانيه، هذا اونصومبل، خديت السنسله والزويكات والكورميطه ديال اليد. هذه السنسله ديال العنق كيجيو فيها هاد جوج ديال الوريدات لاصقين في السنسله، زويون الشكل ديالها البنات. شفتوا وكيبانوا بحال ذهب النيت، وفيهم لا غارونتي، ما كيبيضوا ما حتى شي حاجه. شفتوا شكيلها زويون. هذا كما قلت لكم خديت اونصومبل، انا غنوريكم الزويكات ديالو، السنيسله ديالو ديال اليد. ها نتوما راه حتى هي كتجي طويله السنيسله، هذه كتحكموا لها في الطول ديالها على حسب كيف بغيتوها نتوما، واش تكون نازله على العنق ولا تكون مجموعه. شفتوا البنات، هادو البنات الحلقات ولا الزويكات كتجي فيهم الوريده نازله بحالهم بحال السنيسله في الشكل. شفتوا شكيلهم زويون، هانتوما كيجيو بحال هكذا، كتجي الوريده طايحه بحال هكذا. واخر حاجه البنات هي هاد الكورميطه هادي ديال اليد، حيت كما قلت لكم خديت لونسومبل كله. هانتوما حتى هي كتجي فيها هاد الوريده هادي، انا غنوري لكم فوق التوب باش تبان لكم مزيان. هانتوما البنات الكورميط ديال اليد كتجي سنيسله وحتى هي فيها الوريده، وكتزيروا على حسب القياس ديال اللي يديكم. هادو هما الحويجات اللي وصلوني من اوريفلام مؤخرا، وقلت علاش لا ما نشاركهمش معكم، سيرتو هاد لي زاكسيسوار اللي خديت حمقوني في الشكيلات ديالهم. اللي بغات شي حاجه ولا بغات تقدا شي حاجه من اوريفلام، ولا اللي بغات تسجل حتى في اوريفلام علاش لا، تواصل معايا عبر الواتساب، غادي نخلي لكم الرقم ديالي لتحت في صندوق الوصف اولا في اول تعليق. مرحبا والف مرحبا، تواصلوا معايا في الواتساب. كما قلت لكم البنات راه التوصيل لجميع المدن الايطاليه، فين ما كنتو كنوصل لكم السلعه ديالكم، وراه بشهاده الكليان ديالي تبارك الله، راه كل مره كيتقداو من عندي وكنوصل لهم السلعه حتى لباب الدار ديالهم. مرة أخرى غادي نقول لكم عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة والرزق وطول العمر وبكل ما كتمنوا إن شاء الله. الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياة كيف ما كانت، ونقدروا نسافروا ونشوفوا الوالدين ديالنا، الأهل ديالنا والخوت ديالنا، وحتى هما بدورهم يقدروا يجيو عندنا لهنايا. الله يرفع علينا هذا الوباء. كيف ما شفتوا معايا البنات الطبيلة ديال العيد، كيف ما ديما كنحاولوا نخلقوا الاجواء، واخا هو ما كاينش الجو ديال العيد بحال المغرب، ولكن الحمد لله كنحاولوا نخلقوا الاجواء مع الوسط ديالنا ديال العائله الصغيره وطبيعه الحال المقربين لينا. بالنسبه لهاد الحويجات اللي منزله فوق الطبله، سبق لي وشاركتهم معكم في القناه. بالنسبه للغريبه بجوج ديال الاشكال، عجين واحد وخرجت منه جوج ديال الشكيلات، سبق لي وشاركته معكم في الفيديو اللي فات. غادي نحاول نخلي لكم الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف. كتجي غريبه اللي مشقه وزوينه في الشكل ديالها، وعجينه واحده كنخرجوا منها جوج ديال الاشكال. وبالنسبه للتمر معمر، خليت لكم شويه اللقطات في الاول ديال الفيديو، خديت غير التمر وعمرته بالعقده ديال الكاوكاو، ودرت نص الكميه في الشوكولاته البيض ونص ديال الكميه في الشوكولاته الكحل، صافي. ودرت ليه تزيين هكا اللي بسيط وسهل. وبالنسبه للمسمن والبغرير، هاد الحويجات كلهم سبق لي ومشاركهم معكم في القناه. بالنسبه للبسبوسه حتى هي سبق لي نزلتها لكم، الطريقه ديال التحضير ديالها كتجي لذيذه، سيرتو هكا في الاعياد والمناسبات. المهم البنات هاد الاطباق كلهم اللي كتشوفوا معايا فوق الطبله سبق لي وشاركتهم معكم في القناه بالتفاصيل. غادي نحاول نخلي لكم البعض بعض الفيديوهات لتحت في صندوق الوصف.
حتى تخليوا لي في التعليق لتحت كيف جاتكم طبيلتي اليوم ديال العيد. مهم كيف مشتو معايا الطبق اللي سهلة وفي المتناول، بسبوسة، غريبة، المسمن، البغرير، الحلوة ديال الهلال حتى هي سبق لي وشاركتها معكم في القناة، كتجي سهلة في التحضير ديالها. مهم حاولت نخلق أجواء العيد مع الأسرة ديالي الصغيرة ونحتفل بالنهار ديال العيد، ما نخليش يدوز غير هكذاك. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم. كيف ما شفتوا معايا شاركت معكم الحويجات اللي وصلوني من اوريفلام. اللي مهتمه ولا اللي باغيه شي حاجه تتواصل معايا عبر الواتساب، غادي نخلي لكم الرقم ديالي لتحت في صندوق الوصف وفي اول تعليق. مرحبا والف مرحبا. كيف ما شفتوا معايا شاركت معكم الحويجات اللي وصلوني وفرحت بهم صراحه. الفطور ديال نهار العيد والغديوه ديال نهار العيد ضروري من الكسكسو ولا الرفيسه كنكونوا محشينهم. صافي هادو هما الحويجات اللي قدرت نشارك معكم هذا النهار. كنتمنى ان شاء الله ايامكم كلها تكون افراح وتكون اعياد وتكون مسرات ان شاء الله يا ربي. حد هنا غادي نحبس معكم الفيديو ديال هذا النهار. ما تنسونيش من اللي لايك ديالكم، تعليقاتكم، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد ديالي. غادي نقول لكم بسلام عليكم، نهاركم مبروك وعيدكم مبروك حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم وعواشركم مباركه. بلغك في مكان كل جندوج درا يا بنت السلطان، يا بنت السلطان، يا بنت السلطان، فينا بر والاحسان يا بنت السلطان، يا بنت السلطان، يا بنت السلطان، فينا بر